يعني الدورة اللي فاتت في مهرجان الجونة كان نجم مثير الجدل هو المخرج الجميل الكبير عمر الزهيري، ويعني انتهت بنصرة الحقيقة لي. النصرة الأكبر بقى ان هو السنة دي والدورة دي هو عضو في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مسابقة رسمية، يعني فمن إثارة جدل لنصرة دي. لا ما أنا مش بشوف الموضوع كده، يعني بشوف النصرة والنصرة جدا. لا شوف عادي وحصلت. مش انتصار يا عمر؟ لا مش ما هو ما كانش ما فيش منتصر ومنهزم في الموضوع، هو عادي، هو زي اي يعني اللي حصل قبل كده فيلم واختلاف راي، فكان في راي كويس قوي وراي كاره الفوتش عادي، يعني كل الافلام بتمر بكده. ودلوقتي عادي انا طبيعي ابقى في لجنه التحكيم، يعني منطقي ان مخرج يبقى في لجنه التحكيم، ده جزء من الحياه. انا كنت في لجنه التحكيم لوكارنو السنه دي وبرده الجونه، ومبسوط، انا مبسوط قوي ان الفستيفال بيتعمل بصراحه. وانا جايه لك بقى في الموضوع، الاول عايزه اعرف السنة دي أخبار لجنة التحكيم، الأعضاء نفسهم والموضوع عامل إزاي، كواليسه عاملة إزاي، وقد إيه بيبقى مختلف لما بتحكم بره بلدك عن لما تحكم في بلدك؟ هو أنا ما حكمت، أنا حكمت قبل كده مرة واحدة قبل كده اللي كانت في لوكارنو، كان مهرجان مش عربي. الفرق طبعا إن إحنا عندنا نظرة للسينما شوية، إحنا أغلبنا عرب ما عدا مخرج واحد، اكيد عندنا نظره مختلفه، وعندنا النظره المختلفه ان احنا بنبص للسينما من منظور متاثر بافلامنا، فبنبص على الافلام بالطريقه دي، او على حسب كل حد بيتاثر بفيلم بطريقته. انا بالنسبه لي المؤثر انه المهرجان اتعمل بشكل فعلي، ودلوقتي انا بحس ان مهرجان سينما يتعمل وان الجمهور يجي يحضر الافلام، دي حاجه مهمه، لان السينما في العالم بتمر بوقت صعب انها ما بقتش بتجذب الجماهير بشكل كافي، فالناس بقت تشوف الافلام في حتة في بيوتها او في بلاتفورم او بتاع. فانا منتصر لفكره ان مهرجان يتعمل بشكل عام. بالنسبه لي بقى مش عارف اقول يعني كواليس لجنه التحكيم انه في اختيار الافلام، وفي انه يعني الموضوع ممتع، انه كلنا كل واحد بقى انا بالنسبه لي بحاول انحاز للافلام اللي ممكن تبقى شبه السينما اللي انا بحبها، وفي نفس الوقت ممكن انحاز لافلام انا محترمها، ممكن ما اعرفش احب، ممكن ما احبش اعمل زيها، بس ممكن احترم قوي فنيتها، ودي حاجه بتفرق معايا. بس يعني فبس انا مبسوط قوي انه ان في نشاط، والمهرجان شغال والناس بتحضر عروض وكده، فده عاجبني يعني. كنا بنتكلم من يومين وقلت لي انا بعرف اتفرج على الفيلم بروقان خاص. انا بقالي في السينما من 2006 بدات دراسه في معهد السينما، وبعدين كنت مساعد مخرج بشكل احترافي لما كنت اصغر، بحاول اثبت لنفسي حاجات في الافلام القصيره، كان عندي مش انفعال بس كان عندي اسمها ايه الكلمه حماسه شديده، وكان عندي انحياز قوي لارائي، وكنت بشوف انه كنت بحكم على الافلام من وجهه نظر واحده. وبعد ما كبرت ابتديت ابقى مخرج محترف شويه، واشوف صعوبه ان انت تنزل من بيتك تقنع ناس ان هم يصوروا حاجه جت في مخك، دي حاجه مش سهله، فبقيت احترم قوي اصلا عمليه ان حد يعمل فيلم من الاساس. بعدين بقى بعد السنين لقيت ارائي بتتغير في الافلام، يعني لقيت افلام ما كنتش بحبها بقيت احبها، او افلام ما كنتش واخد بالي منها بقيت احبها حب شديد، وافلام كنت بحبها ما بقتش مهتم بيها. ده خلاني مع الوقت ابتديت احاول اكتشف ايه في كل فيلم، لو الفيلم ما حبيتوش من الاول، لو ما لفتش نظري من الاول، بقيت افكر انه لو انا مستفز او في شيء مش عاجبني، بقيت اسال نفسي شويه اسئله، هو انا ايه لو الفيلم ده مضايقني قوي اصلا او مش ذوقي او كده، ايه اقل حاجه ممكن تعجبني، ايه اكتر حاجه ممكن احترمها في الفيلم. فبقيت عندي كده طريقه ما هياش موضوعيه، بيبقى لسه عندي كده، بس بقيت فيها اقل حده او اقل كده، فبقيت اعرف اتفرج على الافلام، فممكن الفيلم مش عاجبني بس استمتع بحاجات فيه، استمتع بمشهد، بقيت اتعامل معاه معامله حاجه كده كانت شبه دراستي زمان، لما كنت اخش محاضره مش فاهم منها حاجه بس كنت افهم كلمتين ياثروا فيا، فبقيت اشوف الافلام والله عجبني فيه مشهد، فبقيت اضحك في مشهد قدام، يعني بقيت سالس شويه، فطبعا فرقت معايا يعني. ستيل بيبقى في افلام طبعا بتعصبني اكيد زي اي انسان، بس في الاخر الخبرات فرقت قوي ان انا افهم قوي ده معمول ازاي ومصنوع ازاي، وبقيت وده مهم بالذات لو لجنه التحكيم، انك تبقى فاهم تحترم جوده فيلم او فنيه الفيلم او الشغل المعمول في الفيلم، حتى لو انت ما حبيتوش بشكل شخصي. طيب عمر، اكيد مش عايزه احرق يعني المفاجآت اللي هتحصل في الختام، بس هل وجود فيلم مصري واحد في المسابقه ده ممكن ياثر على قرارك كمصري في لجنه التحكيم؟ لا لا لا، مفيش حاجه، الله، مفيش حاجه بتاثر في قراري غير قناعاتي يعني. وبعدين انا في الاخر وفي الاول انا بشوف الفيلم، ما ببصش بقى هو جاي منين ولا رايح فين، يعني الفيلم فيلم في الاخر، مش فارقه يعني.